طيب على طاري التمثيل طلعوا لي صورة، خلينا نشوف مع السادة المشاهدين الصورة الفيلم. التجربة الأولى يا محمد في الفيلم الهروب، فيلم الهروب يعني كان جميل جدا، أنا حضرت تدشينة كان رائع وجميل جدا بكل تفاصيله، لكن اللي تفوق يعني كلكم متفوقين أنت وأحمد ومشعل، لكن أيضا محمد كان طابع الكوميديا مرة مرسوم عليك، بل يقول يعني حتى أنا أحد ترى في الحفل الختامي لكم جاء واحد مختص من التمثيل من أحد المسارح المعروف في الرياض كان حاضر وجالس جنبي، قال هذول أحمد عندهم دورات قديمة؟ قلت لا، قال مثلوا قبل؟ قلت علمي أنه لا، انبهر كثير جدا فيكم وخصوصا أنت محمد، حدثني عن الكواليس، حدثني عن الفكرة كيف كانت وتجربتك. شوف، هي أول شيء شكرا زيدان الوايلي على هذا الفيلم الأسطوري والطاقم اللي مع التصوير والصوت. ترى يعني الفيلم كامل كامل كان كاميرا واحدة. أوه، كاميرا واحدة. إيه، كاميرا واحدة تخرج لك فيلم زي كده، شيء عظيم. شيء عظيم. ف والله شوف، كنا متوترين إن الفيلم بينجح ولا لا. هل بيكون الأداء اللي حين بنسويه بيعجب المشاهدين؟ هل هو تهريج ولا إنه فعلا كان كوميديا؟ هذا كان أحاسيسكم بعد. إيه، إحنا ما نبغى شيء إنه يبين كأنه تمثيل، يعني كأنه شيء واقعي. فالحمد لله ونشكر، إحنا طلعنا بفيلم زي كذا كبداية وراضين عنه. الصدق راضين رضا تام. بيض الله وجه مشعل، أحمد حنيف، أنا نجاحي من نجاحهم الصدق. إيش اللي موقف صعب صار لكم؟ أنا أعتقد إن كل المواقف صعبة كانت في وقت التمثيل. يكفيك الحر اللي كنت تصوفونه في عز أوغست أتوقع، يعني كان أغسطس كان حر مرة. لكن إيش العقبات اللي واجهتكم فعلا في التمثيل؟ انك تعيد المشهد اكثر من 3 مرات او 4 مرات. هذا اكثر شيء يتعب. نفست ووصلت مرحله خلاص يعني؟ لا صح، تجيك كذا خمن يا اخي ايش خلانا نمثل. بس انك تصبر تقول لا، في عمل قوي. انا قاعد اتعب، حلو اني اتعب عشان في فيلم قوي ان شاء الله بينزل بيعجب اللي بيشوفه. حلو. أعجب كل الفئات السنية، صغير كبير، يعني شيء عظيم. ما كنا متوقعين. سويتوا جزء ثاني صح؟ ولا هو جزء واحد بس؟ لا جزء واحد. جزء واحد. فهل في البال إنه يكون في جزء ثاني؟ اتفقتوا مع إدارة بداية إنه ترجعون لو إنه منتج، ولا ما جت الفكرة إلى الآن؟ ما جت الفكرة إلى الآن. سنتوقع إن الفيلم هروب جزء واحد. هو أنتوا خيالون جزء واحد. إيه. جميل جدا.